في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها، تمكنت قوات الدارك الوطني بالمجموعة الإقليمية لمستخانم من وضع حد لعصابة أحياء كانت تنشط على مستوى حي الرضارة ومنطقة بادبة التابعة إقليمية لبلدية صيادة. تتكون هذه العصابة من 7 أشخاص تم توقيفهم إثر مداهمة من بينهم قاصر، كما تم حجز 3 أسلحة بيضاء بمختلف الأحجام وقطعة من الكيف المعالج. المراسل الزميل تواتي بالعربي. الرائد بوبي درياض قائد الكتيبة الإقليمية الدرك الوطني بعين تدلس المجموعة الإقليمية بمستغن. في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها، لا سيما فيما يتعلق بالمحافظة على الأمن العام والسكينة العمومية ومحاربة عصابات الأحياء، تمكنت المجموعة الإقليمية الدرك الوطني بمستغن على إثر عملية مداهمة على مستوى حي الرادار وحي دبدبة بإقليم بلدية صيادة من توقيف 7 أشخاص مشتبه فيهم، من بينهم قاصر تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 31 سنة، مع حجز 4 أسلحة بيضاء، 3 سيوف وسكين، قطعة من الكيف المعالج مقدرة ب 3.5 غرام، 54 وحدة من المفرقعات بمختلف الأحجام، بالإضافة إلى كلب من فصيلة البولدوغ. حرر محضر قضائي للمشتبه فيهم الموقوفين وسيقدمون أمام الجهات القضائية فورا الانتهاء من التحقيق. هذا وتبقى قنوات الاتصال بين الدرك الوطني والمواطنين مفتوحة من خلال الاتصال بالرقم الأخضر 1055 وموقع الشكوى المسبقة ppgn.mdn.dz أو الاتصال المباشر بأقرب فرقة إقليمية للدرك الوطني.